أزيد من 32 طبيبا من مختلف الاختصاصات الطبية يبشرون تقديم الاستشارات والعلاجات المجانية لبعض السكان في مركز الاستطباب الجهوي بمدينة يكجوجت ضمن قافلة الدكتور الراحل حمين مالعينين الطبية. ولي إنشيرية السيد إدريس أدم باكورارا أوضح خلال إشرافها على انطلاق أعمال القافلة أهمية هذا النوع من المبادرات. نشكركم على هذه المبادرة الطيبة التي تنمو عن انتمائكم للوطن وانتمائكم أيضا لولايتكم لولاية إنشيري. شكرا لهذه الدكاترة، وأعتقد أن هذه العملية عملية طبية إنسانية، وأعتقد أن الأطباء يفهمون معنى الإنسانية ويفهمون معنى الناس الذين يعانون من الأمراض، وأن هذه القافلة ستسهم في تخفيف من معاناة سكان ولاية إنشيري. وتعمل هذه البعثة الطبية على تقريب الخدمات الصحية المتخصصة من المواطنين مواكبة لجهود المصالح الصحية في هذا المجال. كيف تعرفوا القافلة تجي تكملة لبعض من الأمور، سواء كانت هذه التكملة نوعية بوجود الأخصائيين من جميع الأنواع، أو تكملة كمية بمساعدة الطواقم الموجودة في الولاية واللي تتعرض لأسر من الطاقة نظرا لكثرة الخدمة لها. وتدوم أعمال هذه البعثة لمدة 3 أيام. سيعمل الأطباء خلالها على إجراء مئات العمليات الجراحية والاستشارات المجانية للمرضى المحتاجين. هذا العمل منشز من طرف 32 طبيب من مختلف الاختصاصات، من أبناء هذه الولاية، ولكن من المحبين لهذه الولاية والمحبين للعمل الخيري. هنالك جراحون، هنالك جراح أطفال، هنالك جراح عظام، هنالك أخصائي في الأمراض العينية، هنالك أخصائي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، هنالك أخصائيين في أمراض الأسنان، هنالك أطباء نساء وتوليد، هنالك أطباء عامون، هنالك أطباء أطفال، هنالك أطباء غدد صم، هنالك أطباء قلب، هنالك كل الاختصاصات. المنتخبون المحليون على مستوى إنشيري أشهدوا بهذه الخطوة. وباسمي باسم زملائي المنتخبون شاكرينهم على جهودهم، ونتمناهم إن شاء الله التوفيق. نرجو الصلاة من المواطنين عن مساعدة هذه الطواقم الطبية في تأدية عملها والوصول لأقلب الناس اللي محتاجين لهذه الخدمات اللي ما هي موجودة عندهم. يلا نتعاونوا كاملين إياك هذه القافلة اللي هي تؤتي أكلها ويعود الخدمات تعود متاحة للمواطنين كاملين. هذه القافلة اللي في الحقيقة جات في وقتها لتجاوب مع هاي الأمور اللي تعاني منها هوناتية هاي الساكنة، واللي فاصلة فيها الحقيقة فاصلة في التدخل السريع لذي الناس اللي واحد سمن الناس ما عنده قدرة يلحق نواكشوط، سمن الناس في ياسر من الأمراض هون عاجز قاع عن يتنقل، وفاصلة فيها واشكروا القافلة بصفة عامة والقائمين عليها. وعلى هامش الحفل تفقد الولي والوفد المرافق مختلف الأجنحة التي سيستقبل فيها الأطباء المرضى واطلع على مستوى التجهيزات فيها. الحسن دباب، قناة الموريتانية، مدينة وكجوجت.